السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المحاضرة الأخيرة، المحاضرة الخامسة والأخيرة من منهج تطبيقات مناهج البحث العلمي في الإحصاء المستوى الرابع. يا رب تكونوا جميعا بخير. آخر موضوع عندنا، احنا اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت على كل من مقاييس النزعة المركزية، مقاييس التشتت، الانحدار المتعدد. هنتكلم بقى دلوقتي على موضوع جديد مختلف تماما، موضوع سلاسل ماركوف. سلاسل ماركوف بصفة عامة بيستخدم في مجال يمكن التسويق بالأخص، بتستخدمه الشركات في التنبؤ بالحصص السوقية ليها في المستقبل. يعني لو عندنا مثلا أكتر من شركة بيشتغلوا في نفس المجال، كل شركة بتاخد نصيب من السوق، نسبة معينة من المبيعات للسوق، بيبدأوا يتتبعوا العملاء خلال فترة معينة من الزمن، يشوفوا العملاء هل مستمرين في شراء نفس المنتج ولا بيتوجهوا للسلع المنافسة، الشركات المنافسة، بناء عليه بيحددوا النصيب السوقي في المستقبل اللي هيتأثر ازاي، هيزيد ولا هيقل. ده بيساعد في تحسين طبعا سياسات الترويج وسياسات البيع. بنقول هي احد الاساليب اللي تستخدم للتنبؤ بالحصة السوقية للشركات. الحصة السوقية دي المقصود بيها نسبة مبيعات كل شركة لإجمالي مبيعات كل الشركات. الكلام ده بيتم ازاي؟ ان احنا بنحسب زي ما اتفقنا، بناخد عينة ونتتبع سلوك العينة دي خلال فترة من الزمن، بناء عليه بنحسب معدل البقاء وهو يمثل احتمال استمرار العملاء الحاليين في شراء نفس المنتجات بتاعت الشركه، معدل الخروج وهو تحول العملاء الحاليين الى شراء السلع المنافسه يبقى بيسيب الشركه ويمشي، معدل الدخول الناس اللي بتجيلي من الشركات الاخرى، تحول عملاء الشركات المنافسه الى شراء منتجات الشركه بتاعتي. بناء على الثلاث معدلات دول بنقدر نتنبأ بما سيحدث في المستقبل. ازاي بنعمل ايه؟ بنحدد الحصه السوقيه لكل شركه، بنحسب مصفوفة التحول اللي فيها معدلات البقاء والدخول والخروج، بنضرب مصفوفة التحول في الحصص السوقية للتنبؤ بالحصص السوقية الجديدة. نشوف كده مثال. في أحد الأسواق كان عندي ثلاث شركات ألف وبيه وجيم بيتنافسوا فيما بينهم، بينتجوا نفس المنتج. خدنا عينة من 1000 مستهلك خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وكانت النتائج هي الأرقام دي. بتمثل إيه بقى يا جماعة؟ في نهاية شهر أغسطس كان الشركة ألف عندها 400 عميل، وبيها عندها 400 عميل، وجيم عندها 200 عميل. لو خدنا بالنا اهو، هنا عندي 400 عميل، وبيه عندها برضو 400 عميل، وجيم عندها 200 عميل. ايه اللي حصل بقى؟ الارقام دي تمثل ايه؟ بصوا بقى معايا. الشركة الف جالها من الشركة ب 30 عميل، جالها من الشركة جيم 10 عملاء، يبقى جالها كام عميل جداد؟ 40. حلو. ب جالها من ألف 70، وجالها من جيم 30، يبقى جالها عملاء كام؟ 100. جيم جالها من ألف 10، وجالها من ب 90، يبقى إجمالي العملاء الجداد بالنسبة لها كام؟ 100. طيب معنى ذلك لو خدنا بقى الأرقام بشكل رأسي، يبقى الشركة ألف خرج منها 70 وخرج منها 10، يبقى خرج منها 80 عميل. الشركة ب خرج منها 30 راحوا ألف، و90 راحوا الجيم، يبقى خرج منها 120. الشركة جيم خرج منها 10 راحوا الألف، و30 راحوا الب، يبقى خرج من عندها 40 عميل. بناء على هذه المعلومات عايزين نعدد الحصص النهائية للشركات الثلاثة عند الوصول إلى حالة التوازن. هنبدأ نعمل إيه يا جماعة؟ الأول هنقسم كل رقم هنا على المجموع اللي هو العدد بتاع العملاء في 31/8، نطلع نصيب كل شركة في خلال شهر أغسطس. يبقى ألف هنقسم 400 على 1000، وب 400 على 1000، وجيم 200 على 1000. تمام؟ فهتطلع نصيب ألف في نهاية شهر 8 40%، ب 40%، جيم 20%. لو جمعنا هتلاحظ إن المجموع واحد صحيح. نبدأ نجيب مصفوفة احتمالات التحول. زي ما اتفقنا دي اللي بتحتوي على احتمالات البقاء لكل شركة، وكذلك احتمالات التحول إلى الشركات الأخرى. هنا بقى هنبدأ نقول إيه؟ طيب، إحنا لو رجعنا للجدول اللي فات كده وبصينا عليه تاني، الشركة ألف كان عندها كام عميل؟ 400. خرج من عندها كام؟ إجمالي الخارجين اللي هو إجمالي العمود، خرج من عندها 80، اللي هم 70 اللي راحوا البيه وال10 اللي راحوا الجيم. يبقى إذا باقي عندها كام بقى من ال 400؟ 320. يبقى هي كان عندها 400، فقدت 80، يبقى باقي عندها 320، ولسه هيجي لها بقى العملاء اللي من الشركات الأخرى. يعني لكن ده دول الباقيين عندها، العملاء الباقيين، يبقى ده الرقم اللي المفروض يتحط مكان الزيرو. لو احنا بصينا على المصفوفه اللي كانت عندنا او الجدول اللي عندنا، هنلاقي القطر الرئيسي صفار،
لا ده الاصفار دي اللي هي المفروض نستنتج فيها عدد العملاء الباقين في كل شركه. طب جيم ب كان عندها كام؟ 400، فقدت 120 يبقى فاضل معاها 280. جيم كان عندها 200 فقدت 40 فقط، يبقى فاضل عندها كام؟ 160. وبناء عليه هنطلع بقى الاحتمالات ازاي. هنقسم كل رقم في العمود على مجموع العمود، يعني العمود الاولاني كله مجموعه 400، يبقى هنقسم 320 على 400 و70 على 400 و10 على 400 ب 30 على 400 280 على 400 90 على 400 ج 10 على 200 30 على 200 160 على 200. يعني انا بقسم كل رقم في العمود على مجموع العمود. لو لاحظتوا كده ان الارقام الصف هنا هتمثل ايه؟ هتمثل المكسب اللي هي احتمالات الدخول، وارقام العمود تمثل الخساره اللي هي احتمالات الخروج. وبالتالي لو بصينا كده على الرقم اللي قدامنا كده المصفوفه الجديده دي، هلاقي مثلا ايه؟ الصف الاول 8 من 10 75 من 1000 5 من 100. ايه تفسير الارقام دي؟ 8 من 10 دي معدل بقاء العملاء بتوع الشركه الف اللي هم ما مشيوش، اللي هم 320 عميل، نسبتهم كام؟ 8 من 10. طب ال 75 من 1000 دي، ده النسبه العملاء اللي الشركه الف اكتسبتهم من ب. طب وال 500 نسبه العملاء اللي الشركه الف اكتسبتهم من ج. وهكذا. لو مسكنا الصف الثاني هيبقى نفس التفسير. لو لاحظنا بقى المصفوفه اللي قدام دي ان مجموع كل عمود لازم يدي واحد برضه. مجموع كل عمود لازم يدي واحد، لان ده بيمثل ايه؟ نسبه البقاء ونسبه التحول الى الشركات الاخرى. فلازم المجموع في الاخر يدي الواحد. اتفضل معايا كام؟ ومشي من عندي قد ايه؟ من الاصل اللي هم ال 100%. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ حاجه بسيطه قوي. هنضرب مصفوفه التحول دي في الحصه السوقيه. تديني بقى الوضع الجديد هيبقى كام؟ طب هنحط مصفوفه التحول اهي قدامنا والحصه السوقيه اللي احنا كنا جايبينها في الخطوه الاولانيه وهنضرب. بس لما نيجي نضرب بنضرب ازاي؟ خلي بالك بقى، لما بنيجي نضرب بنضرب دايما الصف في العمود. بناخد الصف نضربه في العمود، بمعنى انا عندي الصف فيه كام رقم؟ هم قدامكم ثلاث ارقام. طب العمود ده فيه كام رقم؟ برضو ثلاث ارقام. هضرب الصف في العمود ازاي؟ خد بالك معايا بقى، هنضرب الرقم الاولاني في الصف مع الرقم الاولاني في العمود، زائد الرقم الثاني في الصف مع الرقم الثاني في العمود، زائد الرقم الثالث في الصف مع الرقم الثالث في العمود. يعني هقول 8 من 10 في 4 من 10 زائد ال 75 من 1000 في 4 من 10 زائد ال 5 من 100 في 2 من 10، يبقى أول رقم في الصف مع أول رقم في العمود، ثاني رقم في الصف مع ثاني رقم في العمود، ثالث رقم في... وهكذا. ده هيديني إيه بقى؟ هيديني الحصص السوقية الجديدة لشركة ألف. طب إيه هجيبها إزاي؟ آخد بقى الصف الثاني أضربه في العمود برضه، يعني بالترتيب كده، تبقى 175 من 1000 في 4 من 10 زائد 7 من 10 في 4 من 10 زائد 15 من 100 في 2 من 10. طب الصف الثالث 25 من 1000 في 4 من 10 زائد 225 من 1000 في 4 من 10 زائد 8 من 10 في 2 من 10. انا كاتبها لكم اهي بالتفصيل. بناء عليه هيطلع النسب الجديده 36 من 100 و38 من 100 و26 من 100. هتلاحظ ان مجموع الارقام دي لو جمعنا هنا المجموع بتاع العمود ده لازم يديني كام في الاخر؟ برضو واحد صحيح. المجموع لازم يطلع بكام؟ بواحد صحيح زي ما انتم شايفين كده. ده بياكد لي ان انا ماشي صح. لو خدت مصفوفه التحول ضربتها في النسب الجديده اللي انا وصلت لها دي، هيديني الفتره اللي بعديها اللي هي تعتبر بقى شهر اكتوبر. ايه اللي هيحصل في شهر اكتوبر؟ لو خدت النسب اللي عندي دي في الحصص اللي انا وصلت لها يديني الجديد بتاع شهر اكتوبر. احنا هنلاحظ ايه يا جماعه دلوقتي؟ ان هنا دلوقتي مثلا اهو ب دلوقتي ا دلوقتي ب 36 من 100 وب ب 38 وج ب 26. طيب على الوضع الجديد لو حسبنا اللي بعديها هنلاقي ايه اللي حصل؟ هنلاقي ا نصيب عمال يقل. ا بدل 36 بقى 33. يعني اذا بتبدا الحصص تتغير، ولكن المجموع برضو لازم يطلع كام في الاخر؟ لازم يطلع برضو واحد صحيح. المجموع بتاع العمود ده لازم يطلع واحد صحيح. وهكذا. لو خدت مصفوفه التحول في النسب الجديده هيديني الوضع اللي بعده، وهكذا لحد ما هنوصل لمرحله ان انا لما اضرب مصفوفه التحول في النسب الجديده الاقي بتطلع نفس الارقام تاني. يعني بيحصل عمليه ثبات او توازن. ممكن الثبات او التوازن ده يحصل بعد عدد كبير من الفترات، يعني بعد عدد كبير من الفترات بيبدا انه يحصل نوع من الاستقرار، بمعنى ان بيبدا الشركه مثلا تفقد عملاء قد اللي هتكسبهم، وبالتالي النسبه لا تتاثر او بتظل ثابته. بس ده هو ده كل الموضوع. اشكركم واتمنى لكم التوفيق في الامتحان، وتكون ان شاء الله امتحانات سهله وبسيطه. سعدت بكم وربنا يوفقكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.